مفتوح للقاءات والمتابعات مع زينة زيدي. تحياتي لكم، أهلا وسهلا، مرحبا، شكرا على اختياركم. موجات الإذاعة الوطنية، هذا استوديو الوطنية إديسيون سبيسيال، مباشرة من قبة البرلمان في مواكبة للجلسة العامة الممتازة اليوم للغرفتين البرلمانيتين، مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، وين من المنتظر بعد لحظات يأدي رئيس الجمهورية قيس سعيد اليمين الدستورية، ومن لحظات تدخل ووصل رئيس الجمهورية للبرلمان ويسلم حاليا على كل من رئيسي غرفتين البرلمانيتين، رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الأقاليم والجهات، وباش تكون في رابط مباشر بعد لحظات لأداء اليمين تلقاها على موجات الإذاعة الوطنية. كامل فريق استوديو الوطنية يحييكم، ومازلنا معكم في متابعة ومواكبة المفروضة اليوم. ومن المنتظر وأنه وحسب ما ينص الدستور التونسي أداء يمين رئيس الجمهورية، ونمشي في ربط مباشر اللي خارج قبة البرلمان. رئيس الجمهورية كان يسلم على رؤساء البرلمان الغرفتين البرلمانيتين، ويتقدم الآن باتجاه قبة المجلس داخل الجلسة العامة لأداء اليمين الدستورية. نص الدستور التونسي على أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين، وهذا حسب القسم الأول المخصص لرئيس الجمهورية من الباب الرابع باب الوظيفة التنفيذية الفصل 92. باسل ترجمان تحياتي، أهلا وسهلا، ترافقنا اليوم في التحليل. تحياتي ليك ولكافة متابعي الإذاعة الوطنية. اليوم نحن في بث خارجي من مقر مجلس النواب. اليوم نحن في لحظة مهمة، لحظة لها تأثير، سيكون لها انعكاس تاريخي في تونس خاصة. وأنا رئيس الجمهورية سيؤدي اليمين أمام غرفتي مجلس النواب، غرفة مجلس النواب وغرفة مجلس الجهات والأقاليم لأول مرة أمام غرفتي. لأول مرة، وأيضا بعد أن تم تعديل الدستور في 25 جويلية 2022. هذه لحظات مهمة برشا، خاطر سيكون لها، يعني هي اليوم هي بداية السير باتجاه 5 سنوات جديدة تعهد فيها رئيس الجمهورية عندما قالها بصراحة عند صدور نتائج الانتخابات، في أنها ستكون مخصصة للبناء والتشييد، أنها ستكون مخصصة من أجل تحقيق الحقوق الاجتماعية العادلة لأبناء الشعب التونسي، وأنها ستكون أيضا في مواجهة كل هذا الفساد الذي عم تونس في عشرية الخراب وما سبق. وبالتالي هي ملفات كبرى، أولى إرهاصات هذه الملفات الكبرى التي يعني بدأت تلوح في الأفق هو ما أقر في قانون المالية. وخلينا نحكيه على حاجة، البارحة جاتني اتصالات من خارج تونس يحكيوا بكل سعادة وفرح على الإجراءات التي اتخذت من أجل خفض الضرائب الأداءات على أصحاب الأجور البسيطة اللي هم أقل من 500 إلى 3000 دينار، ورفعها. هذه أسس الدولة الاجتماعية العادلة التي هي اليوم مشروع يهم كل أبناء تونس. يجب أن يكون هنالك مساواة حقيقية بين كل أبناء تونس، ليس من باب أن تكون الدولة الفاضلة التي يتحدث عنها أفلاطون، لا، نحن نعيش في واقع ونعرف إرهاصاته، ولكن من باب أن يكون هنالك حدود دنيا من العدالة الاجتماعية. لا يعقل أن يكون هنالك بعد 68 سنة من الاستقلال مئات الآلاف من العاملات الفلاحيات دون أي تغطية اجتماعية أو حقوق. وفي هذه الأثناء وإحنا نحكي دخل رئيس الجمهورية لقاعة مجلس نواب الشعب، وين من المفروض باش يؤدي بعد دقائق من الآن اليمين حسب القسم الأول المخصص لرئيس الجمهورية باب الرابع من الدستور التونسي باب الوظيفة التنفيذية الفصل 92. بس الترجمان بعد لحظات نمشي في ربط مباشر، ولكن اليوم ما هي ولا رسميا تنطلق العهدة الثانية للخماسية الثانية لرئيس الجمهورية قيس سعيد، ما الذي سيختلف عن العهدة الأولى اليوم؟ يعني بالتأكيد أن العهدة الأولى التي انطلقت يوم 23 أكتوبر 2019، نعم، وفي هذا تفنيد لكل من ادعى أو حاول أن يدعي بعبارة المنتهية ولايته، وبالتالي قبل أن
تنتهي ولايته، وبالتالي قبل أن تنتهي الولاية بيومين قام بأداء اليمين. اختلفت الأوضاع تماما في تونس ما بين 2019 بعد أن تم إجهاض مشروع تدمير الهيكل الدولة. نعم. ونذكر جميعا القرارات التاريخية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021 ومن جر عنها فيما بعد من قضايا هي اليوم تشكل اللبنات الأساسية، تشكل اللبنات. يقول الرئيس قيس سعيد في كلمته وفي عدة مناسبات أنها هي الأساس لبناء تونس الجديدة، تونس التي أبناءها الكل يتساوون في الحقوق والواجبات، ليس هنالك أحد خير من أحد وليس هنالك لأشخاص. القضية ليست قضية عاطفية وليست قضية فيها ما يمكن أن نسميه بالتعاطي يعني الانفعالي مع الموضوع، بقدر ما هي السعي لتطبيق جملة من الإجراءات والحقوق تضمن لهؤلاء العيش بكرامة في وطنهم. لا يمكن أن يكون هنالك تحرر وطني دون أن يتحرر الإنسان في تونس من ربق الريع الذي تراكم عليه، من ربق محاولات تكبيله وحرمانه من حقوقه الأساسية، الحق في العمل، الحق في الحياة، الحق في المسكن، كل هذه القضايا كان هنالك عملية هدم لها ممنهج، وبالتالي إعادة البناء اليوم والسير نحو إقامة الدولة الاجتماعية العادلة هي أحد أكبر التحديات التي على كل أبناء الشعب التونسي. هي ليست قضيتهم الرئيس قيس سعيد أو فكرة تهم الوضع الراهن اليوم، الوضع الاقتصادي الاجتماعي وغيره اللي بشكون نرجع عليه أكثر بأكثر تفاصيل تباعا، ولكن خلينا نوضحه أنه اليوم تتزامن جلسة أداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية قيس سعيد مع جلسة افتتاح الدورة البرلمانية اليوم أيضا وانطلاق أعمال المجلس في علاقة بمناقشات ميزانية الدولة أساسا وبقية أعمال اللجنة طبعا قاعدة متواصلة بالأساس. يعني هذا أمر مهم أيضا بهذه المناسبة، وبالتالي اليوم مجلس النواب ومجلس الأقاليم والجهات أمامهم مسؤوليات كبرى. نعم. لأنهم لا يمكن أن يكون لنا إجراءات تأخذ حيز النفاذ إلا أن تم إيجاد يعني القوانين وتشريعها عبر المجلس. أنا قلتها منذ انتخاب المجلس أن هذا المجلس أمامه ثلاث مسؤوليات كبرى. المسؤولية الأولى هي استعادة ثقة الشعب التونسي بمجلس النواب التي فقدت جراء ممارسات نذكرها جميعا. تحول المجلس للأسف الشديد إلى ساحة للعبث، إلى ساحة للاستهتار بمصالح الشعب التونسي، إلى ساحة للبيع والشراء. ونذكر كل هذه المهازل التي عشناها من 2011 حتى 2000، وخاصة في المجلس الذي تم انتخابه في 2019 إلى 2021، وما أقره من قوانين كانت تخدم مصالح أطراف أجنبية على حساب الشعب التونسي. وحتى الصورة باسل ترجمان والتفاصيل اللي الحقيقة ما نحبوش نرجعوها، ما نحبوش حتى نستحضروها. نعم، كانت صورة. وبالتالي اليوم من واجب المجلس عبر إقراره جملة من المشاريع والقوانين أن يعود لاكتساب ثقة الشعب التونسي بهذه المؤسسة الدستورية المهمة جدا. النقطة الثانية هي أن هذا المجلس أمامه عدد مهول جدا من القوانين التي والتشريعات التي أكل عليها الدهر وشرب، وبالتالي لابد أن ينكب على تطويرها، على تطوير هذه التشريعات لتتواكب مع حقائق نحن على أبواب سنة 2025. لا يعقل أن يكون لدينا تشريعات من عام 1897 و1903 و1923 ولا ليس لها حتى تشريعات لتعيق اليوم عمل الإدارة التونسية في حد ذاتها. بالتأكيد كل هذه هنالك عدد مهول جدا من هذه التشريعات التي أقرت والتي بقيت إلى يوم الناس هذا، تعطل سير الإدارة التونسية وتحرم المواطنين التونسي من أن يتحرروا. هذا أمر مهم جدا للحديث عنه والخروج منه. شاهدنا اللي تحدث فيه سيد رئيس الحكومة قبل أيام عندما تحدث عن الجملة من القرارات التي تهم الوضعية المالية، تطوير مجلة الصرف، فتح الأبواب أمام الشباب من أجل الإبداع، من أجل أخذ فرص من أجل العمل. يجب أن نكسر كل هذه المعوقات التي حرمت شباب تونس من حقه في الانطلاق في الحياة، في بناء يعني ذاته ومشاريعه في وطنه بعيد، ضمن أسس مبنية على احترام الكرامة الوطنية لهذا المواطن،
بعيدا عن محاولات الزج في الشباب بأتون اليأس، أتون الهجرة السرية، أتون فقدان الأمل. بالعكس يجب أن يكون هنالك إعادة لإحياء الأمل لدى هؤلاء الشباب أنهم في وطنهم يعيشون معززين مكرمين، وليس هنالك من سيسعى لحرمانهم من هذه الحقوق التي ناضلوا شباب تونس ناضلوا لسنوات وحرموا منها، واليوم إن شاء الله سيتم تطبيقها عبر إجراءات تتخذ في قانون المالية وفي جملة من القرارات. هذا انتظار من جملة انتظارات اليوم، وأيضا من حتى نرجع لكلام رئيس الجمهورية ولحظة انصهاره مع والتحامه بأنصاره في شارع الحبيب بورقيبة مباشرة بعد غلق صناديق، وأول ما حكيت وخرجت سيغما كونسي الحديث عن الفوز بنسبة كبيرة لرئيس الجمهورية. في حديثه باسل تحدث عن وركز بالأساس عن الوضع الاقتصادي صحيح، ولكن تحدث عن نقاط أخرى اجتماعية بالأساس، واضح توجه أين سيتجه اليوم. نعم، يعني اليوم قضية الدولة الاجتماعية العادلة هي دولة لكل أبنائها، هي الدولة التي ترى مصالح أبناء شعبها. يعني عندما يتم رفع إلغاء الضرائب الأداءات على من هم أجورهم أقل من 1000 دينار، وهذا الناس تقول لك إيه 15 دينار ولا 25 دينار شنو قيمتها؟ اللي ياخذ 500 دينار ولا 15 دينار او 25 دينار هي 2.5% من شهريته. نعم. وبالتالي هذه رمزيه، وقت ناخذ اجراء انه يتم تخفيض الاداء على القيمه المضافه على الاستهلاك للعائلات الفقيره والمحدوده الدخل ل 300 كيلو وات شهري الى 5% من 13%، راح يقول لك شنو معناتها. بالتاكيد اللي تجي فاتوره بزوز ملايين وزوز ملايين و500 وعنده 5 كلمات تجارات ما تموش الحكايه هذه. اما الناس اللي قيد تفاصيل اخرى ايضا باسل الترجمان، انت ربما حصرتها اليوم في نقطه معينه، ولكن الوضع الاجتماعي وايضا في علاقه بما تحدث عنه مدير من حمله رئيس قيس سعيد، في علاقه بانه اليوم النظره ستتسع أكثر، تونس للجميع كما قال الرئيس مسؤول على كل الرعاية اليوم. في نقطة أخرى أيضا الوضع الاقتصادي تحدثنا عليه، والوضع الاجتماعي الهدنة الاجتماعية اليوم. يعني بالتأكيد أن الرئيس مسؤول عن كل المواطنين، مواطني الدولة التونسية، وهو رجل يعني اختار أن يكون في مستوى ثقة أبناء الشعب اللي شاهدناها بانتخاب تقريبا 2.5 مليون مواطن في الدور الأول، وهي لم يسبقه أي رئيس لذلك إلا في انتخابات كان يتم تزويرها قبل 17 ديسمبر 2010. وبالتالي هذه القضايا اليوم التي نتحدث عنها هي التي تهم مستقبل تونس وحاضرها ومستقبلها، هذا هو الأساس. اليوم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية تتطلب جملة من الإجراءات والقرارات التي ينتظرها الشعب التونسي. الشعب التونسي أعطى ثقة مطلقة بشخص الرئيس قيس سعيد، كانت الرسالة واضحة للجميع لكل من شارك في الانتخابات الدور الأول، وأن وكون من توهم أنه سيشكك ولكن واجهته حقيقة أن ما يتحدث به أمر لا علاقة له بالواقع. وبالتالي اليوم هنالك المطالب الشعبية التي يعرفها الرئيس قيس سعيد أكثر من غيره. مثلا يعني أول مثلا نحن عندنا اليوم حقيقة هنالك أزمة ارتفاع في أسعار المواد الغذائية الخضر والغلال اللحوم، حاجة مهمة ريناها أنه قانون المالية أقر جملة من التشجيعات لمربي الأبقار من أجل تزويد الأسواق في اللحوم الحمراء، وهذا يا أمر مهم. اليوم يجب أن يكون هنالك عملية تفكيك الأسواق الموازية لقضية المحاولات المافيات، وأنا نقولها ونعي ما أقول، التي تتلاعب بقوت أبناء الشعب. هذه الحكاية اليوم لابد أن يكون هنالك جملة من القرارات تتخذها الحكومة بكل شجاعة. فلا باسل الترجمان، ما مدى اليوم انسجام العمل الحكومي وتوجهات الوزارات في علاقة بما رسمه اليوم رئيس الجمهورية لعهدته الثانية؟
يعني أنا نتصور أنه السيد رئيس الحكومة قاعد يسعى ويعمل بكل جد. نلاحظ أنه فما تغيير في مستوى أداء عمل رئاسة الحكومة مقارنة مع لهم كل الاحترام والتقدير من سبقه في هذا المنصب بعد 25 جويلية، ولكن اليوم يجب أن يكون هنالك تناغم حقيقي، يجب أن يشعر عمل حكومي منسجم، نعم منسجم مع توجهات رئيس الجمهورية، أن يكون هنالك القضية ليست قضية أننا نطالب وأننا لا، هي القضية أننا نريد أن نرى جملة من الإجراءات من المراسيم من التشريعات من القرارات الوزارية التي تضع يعني القطار على السكة من أجل إنهاء الكثير من الملفات. يجب أن يكون هنالك تعاطي جدي حقيقي مع ما يجري من ممارسات، خاصة تفعيل إنجازات المشاريع كما قالها رئيس الجمهورية، قال ما يعقل شراء كل موضوع لازم يتدخل الرئيس مباشرة لتفعيل كل مشكل، لازم يحبط الرئيس ولا يهز تليفون باش يقول لهم يا سيد الوزير اخدمك الخدمة على روحك. نعم يجب أن تنتفي هذه. أنا نعتقد أنه اليوم كل الوزراء الموجودين لهم كل الاحترام والتقدير، هم وزراء يجب أن تكون العلاقة بينهم وبين الشعب التونسي هي علاقة مشاريع وإنجاز، مشاريع وإنجاز خاصة الإنجاز. نعم نعم نعم، يعني أنا هوني نحب نوجه تحية للسيد وزير الصحة السيد مصطفى الفرجاني، حقيقة قاعد يقوم بجهد غير عادي. مثلا هل هذه حاجة لم يتحدث عنها الإعلام، الإعلام يعني مازال لم يتحدث عنها بشكل كبير، ولا أقصد الإعلام العمومي، لا، ولكن هي قضية منظومة الفاكسيناسيون التي التلقيح التي ستصبح بالنسبة لكل المواطنين حسب يعني ستصبح إلكترونية، ستصبح بالنسبة للأطفال، الأطفال لن يعود لدينا شراء كميات كبيرة من الاحتياجات ثم إلقائها، سيكون هنالك تفعيل لمنظومة الطفل يأخذ له الموعد اللي يأخذ له الموعد أوتوماتيكيا من تاريخ ولادته من أجل أن يذهب إلى المستوصف يجد التلقيح له في انتظاره، وبالتالي أيضا بالنسبة لكبار العمر في خصوص اللقاحات من نزلات الأمراض السارية التي تأتي في فصل الشتاء، كل هذه خاصة الموسم النزلة خاصة، نعم، وكل هذه القضايا قاعدين هنالك تفعيل لمنظومة صحة الأم والطفل، هذا أمر مهم جدا في على كل هم الوزراء في الحكومة الحالية من المتفق عليه وأنه باش يقدموا برامجهم مباشرة بعد 100 يوم عمل لكل وزير. نعم يجب أن تكون العلاقة بسيطة جدا، مشروع وإنجاز. لا يعقل أن يكون هنالك وزير يبقى 3-4 سنوات ليوقع على الأوراق الإدارية، بارك الله فيه، نحن لن ننتقص من قدره وقيمته، ولكن المهم بالنسبة لنا هو أن يكون أي وزير موجود مساءل أمام مجلس النواب وأمام الشعب التونسي وأمام الغرفتين وأمام رئيس الجمهورية ما الذي تحقق في تلك الوزارة خلال فترة بقائك وزيرا. هذه هي القضية التي تعنينا، أما أن يكون وزيرا أو لا يكون فهذا أمر يقرر رئيس الجمهورية وليس لأحد منا أن يتدخل في مثل هكذا موضوع. ذكركم وأن في جلسة وفي مواكبة ومتابعة للجلسة العامة الممتازة للغرفتين البرلمانيتين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لأداء رئيس الجمهورية قيس سعيد اليمين الدستورية، بعد لحظات الرئيس وصل من ربع ساعة تقريبا إلى قبة البرلمان وين كان في استقباله رؤساء الغرفتين البرلمانيتين، وفي متابعة لاستقبال رئيس الجمهورية انضمنا مباشرة فيصل شعب. أهلا وسهلا، تحياتي فيصل، مرحبا. مرحبا بك زينة، مرحبا سي فيصل، تحية ليك وتحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية. كيف ما قلت من خلال هذا الاستوديو الخارجي في متابعة وفي مواكبة للجلسة العامة الممتازة لأداء اليمين لرئيس الجمهورية قيس سعيد. احنا منذ قليل كنا في متابعة ميدانية بمحيط مجلس نواب الشعب خلال حضور السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد لأداء هذا اليمين داخل قبة البرلمان. الحقيقة لقينا برشا معناتها الحقيقة تعزيزات أمنية على محيط هذا
مجلس، وأيضا سير العملية كما قلنا هي عملية معناتها مميزة. اليوم أكيد كما قال سي باسل هو اليوم بحضور الغرفتين الموجودين داخل قبة البرلمان اللي باش يكونوا من خلال هذه الجلسة العامة، أكيد باش نكونوا في المتابعة، أكيد باش يكونوا حاضرين معنا عديد الضيوف ممثلين على مجلس الجهات والأقاليم، ممثلين على مجلس النواب، وباش يكون من المفروض معنا مباشرة بعد جلسة أداء اليمين كل من رئيس مجلس الجهات والأقاليم، رئيس البرلمان وعدد من النواب التباعا تلقاهم بعد شوية. الوضع خارج قبة البرلمان، حركة المرور خاصة فيصل شابو حسب لاحظنا ما تعطلتش. هذا هو رقيقة حركة المرور، كنا موجودين على عين المكان، حركة المرور تسير بطريقة عادية، نعرفه معناتها المكان في مداخل منطقة باردو معناتها والحركية اللي نعرفوها ديما موجود فيها برشا ضغط، لكن الحقيقة كنا موجودين على عين المكان الحقيقة، وفما معناتها سير العملية معناتها وسير حركة المرور معناتها عادية جدا اللي أمنوها معناتها مختلف الأسلاك الأمنية. باش نكونوا في ربط مباشر من قبة البرلمان مباشرة أول ما تنطلق الجلسة العامة الممتازة لأداء رئيس الجمهورية قاسي سعيد لليمين الدستورية. هذه استوديو الوطنية، ما زلنا مواصلين معاكم. شيماء هلال تغني تونس ليلة دبيا، رجعي مرحبا.